قال اقرأ فأفصحت شفتاه قال اقرأ فأفصحت شفتاه فإذا الأرض كلها أصداه وإذا أحمد العظيم ارتلاه وإذا أحمد العظيم ارتلاه تهتف الأرض باسمه والسماء وإذا أحمد العظيم ارتلاق وإذا أحمد العظيم ارتلاق تهتف الأرض باسمه والسماء يا اشرأبت لزحفها الآن يا سمير السماء هذه سراياك اشرأبت لزحفها الآن شوقها الصحراء يا رمال الصحراء لم يمض بالوحي يا رمال الصحراء شوقها الصحراء لم تكاد تزهر النبوة حتى أفرعت من أصولها الزهراء لم تكاد تزهر النبوة حتى أفرعت من أصولها الزهراء. يا من بيديك أفلح السعداء بهديك أفلح السعداء هذه عظاتك للقلوب دواء يا من بعثت إلى الخلائق رحمة أقسمت أنك رحمة وضياء يا صاحب المعراج فوق المنتهى لك وحدك الإسراء والمعراج أعطيت فضلا لا يتاح لمرسل والله يعطي الفضل كيف يشاء
عجبت قريش وهالها الإسراء وصحت تعالى حلم الهدى البطحاء في ليلة وقف الزمان لحالها أرقا وحار بوصفها الشعراء فالمسجد الأقصى يزف محمدا في موكب ضاءت له العلياء وتشرف الأقصى وطار بفرحة ملء الفضاء وهزه الخيلاء وتقدم الهادي الجميع يؤمهم الرسل والملك الكريم سواء من الصلاة على النبي نزفها ومع الصلاة تحية ووفاء يا صاحب المعراج فوق المنتهى لك وحدك الإسراء والمعراج أوميض برق بان من ذاك اللواء أم بدر تم لاح والليل طوى أوميض برق بان من ذاك اللواء أم بدر تم لاح والليل طوى أم ذاك نور المصطفى الذي حقا على عرش الجمال قد استوى يا نبيا سمت بك العلياء يا نبيا سمت بك العلياء وضاء حيثما الابتداء لك انتجاه
يا نبيا سمت بك العلياء وضعت بنورك الظلماء حيثما الابتداء حيثما الابتداء لك حيثما الابتداء لك انتهاء كيف ترقى رقيك الأنبياء كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء يا سماء ما طاولتها سماء